تقرير من اسماعيليه عن عزاء طبعا الراحل المهندس اسماعيل عثمان، الشخصيات الرائعه جدا 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 جدا، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويدخله فسيح جناته. تعزينا مره اخرى لكل الوسط الرياضي والاسماعيليه وللمقاولين العرب، شخصيه جميله ورائعه وشخصيه خيريه. يعني كان المهندس اسماعيل عثمان من الشخصيات اللي بتعمل ومشترك في جامعات خيريه كبيره جدا 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 وحاجات يعني جميله جدا جدا، وطبعا يعني مهندس كبير ومشاريع، وكان رئيس مجموعه من الشركات وعضو مجلس اداره في شركات كتيره جدا، وطبعا كمان في الوسط الرياضي عمل شغل جامد جدا سواء مع المقاولين العرب او مع النادي الاسماعيلي، ربنا يرحمه يا رب. صورنا طبعا مع مجموعه من نجوم النادي الاسماعيلي ورموز النادي الاسماعيلي، نشوف التقرير ده وبعدين نستقبل كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف، وزي ما اتفقنا كده هنتكلم في حاجات كتير جدا جدا، مباراه الاهلي والزمالك بكره واختيار الافضل في الاسبوع ال 25 من بطوله الدوري الممتاز بعد الفاصل ان شاء الله. بقاء لله والفقيد يعني ليه مواقف كبيره جدا عظيمه معايا انا شخصيا كمان، وكان رمز من رموز النادي الاسماعيلي، وكان احد ابناء نادي مصر المخلصين واسماعيليه، وليه بصمات كبيره جدا جدا، وانا ليه مواقف يعني كلها يعني مواقف ايجابيه جدا معاه، سواء لما كان رئيس النادي الاسماعيلي او كان بعد كده حياته الطبيعيه كان كوزير كذا كذا، انسان فعلا بمعنى الكلمه. فنسال الله سبحانه وتعالى ليه المغفره والرحمه، ويرزق يعني كل من حوله من ال عثمان ان هو يرزقهم الصبر والسلوان، لانه كان فعلا رمز كمان للعائله كمان يعني. الله يرحمه، كان شخصيه جميله ومحترمه، وحضر معانا او احنا حضرنا معاه ماتش نهائي كاس 97 الاهلي، وكان مصمم ان هو يلعب الماتش الساعه 3 عشان خاطر جمهور الاسماعيليه يرجع بدري. وبرضه اللي ما انساش اللفته الجميله اللي عملها الكابتن صالح سليم، قعدوا مع بعض وقال لك انا تحت امر جمهور الاسماعيليه، يعني هو كان الماتش المفروض يتلعب الساعه 5 او 6، الماتش ما يخلص متاخر، فقال لك لا نخلي الماتش الساعه 3 عشان جمهور الاسماعيليه يرجع بدري. وافق كابتن صالح سليم يوميا، وده كان موقف جميل جدا من كابتن صالح سليم الله يرحمه. الاسماعيليه كلها حزنانه صحيح على باشمهندس اسماعيل، كان راجل ونعمه، كان يطلق عليه باقل القول ان هو شيخ بلد، راجل يحب الاسماعيليه ويحب الاسماعيليه ويحب النادي، وليه ايادي بيضاء كبيره جدا وكثيره جدا على شركه مويه العرب، ونرجو من الله عز وجل انه يتغمده بفضل رحمته، والحمد لله على كل شيء. برضه بشكر شعب الاسماعيليه كله، وعايز اقول ان والدي كان محب للاسماعيليه والشعب الاسماعيليه، وكان محب للنادي الاسماعيلي، وهو عارف ان النادي الاسماعيلي كان بيسعد شعب الاسماعيليه، لذلك كان بيهتم جدا ان الاسماعيلي يبقى في احسن حاله، ودايما كان ملتزم بالاخلاقيات والحب والعطاء والتفاني في العمل، فربنا يرحمه ويلطف بيه. وبنشكر شعب الاسماعيليه كله على واجب العزاء. اشتغل في اسماعيليه بتفاني يعني، والحمد لله احنا شايفين الحب بتاعه، والناس هنا في اسماعيليه كلها جايه بتقف جنبنا يعني، كلنا بنعزي انفسنا مهندس اسماعيل عثمان. احنا دايما بنقول القلب الطيب، الروح الجميله، دايما يدعو للحب، دايما يدعو للتفاؤل، دايما مبتسم، دايما بشوش، دايما كان يقول كلمه العيله الاسره. كمان كان راجل جميل قوي، وفي عهده 3 بطولات حتى في النادي، في الحياه العامه كل الناس بتحبه، كل الناس بتحترمه، كل الناس بتقدره. واحد يعني مش قادر اتكلم عليه من اي ناحيه، يعني من الناحيه الانسانيه ولا من الناحيه الاخلاقيه ولا من الناحيه العلميه ولا من جمال الروح ولا من خفه الدم ولا من رئاسه النادي الاسماعيلي، كل حاجه فيه ما شاء الله الله يرحمه حسين كانت جميله، بتوحي بانسان محترم يعني. بقاء لله، و نتمنى ان شاء الله يكون في الجنه باذن الله، لان المهندس اسماعيل عثمان ليه ادوار كتيره لينا ولمصلحه النادي الاسماعيلي الحمد لله،
وكان سبب كبير جدا في ان ربنا وفقنا وحصلنا على كاس مصر. الله يرحمه القلب الجميل المهندس اسماعيل عثمان، كان اخ وصديق واب وكل حاجه، يعني القلب الجميل يمكن اطيب واحد في الدنيا شفناه المهندس اسماعيل عثمان، وكمان اللي في ظهرنا في اي وقت في الزمن اللي احنا ايام كنا احنا بنلعب بغزه مبطلنا، عمره ما تخلى عن اي حد فينا من اللعيبه القدام.